السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من منهج الجغرافيا، ودرسنا النهاردة بعنوان المحاصيل الزراعية في الوطن العربي. زي ما اتكلمنا في الدرس الأولاني على عوامل قيام الزراعة في الوطن العربي من عوامل طبيعية وعوامل بشرية، وعرفنا أهميتها وعرفنا المشكلات اللي بتواجه الزراعة في الوطن العربي، هنتكلم في الدرس الثاني عن أهم المحاصيل الزراعية في الوطن العربي. طبعا احنا عارفين ان المحاصيل الزراعية في الوطن العربي بتتنوع نتيجة لتنوع المناخ، وده بدليل يا أولاد على ان كل محصول من هذه المحاصيل له استخداماته وفوائده الاقتصادية والصحية. في بعض هذه المحاصيل بيستخدم كغذاء للإنسان والحيوان، وبعضها بيدخل في الصناعة، وبعضها يدخل في التجارة الدولية. دي كانت من نعمة ربنا على الوطن العربي إن هو حباب مناخ متنوع أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية، علشان يحصل تبادل بين الدول العربية في هذه المحاصيل المختلفة. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى وهب الوطن العربي محاصيل متنوعة. تعالوا نتعرف مع بعض على أهم هذه المحاصيل. بيتم تقسيم المحاصيل الزراعية حبايبي إلى ثلاث أقسام: حبوب غذائية، محاصيل صناعية وتجارية، أشجار مثمرة وفاكهة. أول حاجة لازم نتعرف عليها الحبوب الغذائية. الحبوب الغذائية من اسمها يعني يعتمد عليها الإنسان في غذاء. زي إيه يا مستر؟ زي القمح والأرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة والشعير وغيره. رقم 2 من المحاصيل المحاصيل الصناعية والتجارية، ومن اسمها معنى ذلك ان هي بتدخل في الصناعة والتجارة، مثل القطن وقصب السكر وبنجر السكر والبن وغيره. الأشجار المثمرة والفاكهة زي التمر والموالح والزيتون والعنب. تعالوا نتعرف مع بعض على أول قسم من أقسام المحاصيل الغذائية وهو الحبوب الغذائية. احنا قلنا ان الحبوب الغذائية بيعتمد عليها الانسان في غذاء، ودي بتشغل مساحة كبيرة جدا من المساحة المزروعة في الوطن العربي. مصر هي اولى الدول العربية انتاجا للحبوب الغذائية. من خلال الخريطة اللي قدامنا هنقدر نتعرف على اهم الحبوب الغذائية، وهنتعرف على اهم الدول المنتجة لهذه الحبوب. أول هذه الحبوب القمح، وطبعا كلنا عارفين بيسموه سنابل الخير. القمح دوت يا أولاد من أهم المحاصيل الغذائية، بيزرع في معظم دول الوطن العربي. هنتكلم عن موسم زراعة هذا المحصول. بيتزرع في فصل إيه؟ بيتزرع في فصل الشتاء، عشان كده هو محصول شتاء. الظروف المناخية اللي بيحتاجها القمح بيحتاج إلى حرارة معتدلة، تربة خصبة جيدة الصرف يعني جيدة الصرف المياه. أكبر الدول العربية المنتجة للقمح هي مصر، يليها المغرب، ثم سوريا. في بعض الحبوب يا أولاد هنتعرف عليها في هذا الدرس، بس دي للقراءة والاطلاع فقط، ما بنقدرش نجيبها في الامتحان لأنها للقراءة والاطلاع، بس لازم إن حضرتك تتعرف عليها. من أهم هذه الحبوب الغذائية أيضا الشعير، وده محصول شتوي بيزرع في المناطق التي لا تجود لزراعة القمح. يعني يا مستر؟ يعني بنزرع في المناطق التي لا يزرع فيها القمح، لأن الشعير عنده قدرة على تحمل الجفاف والتذبذب في درجة الحرارة. كلمة التذبذب في درجة الحرارة يعني ممكن تكون درجة الحرارة مرتفعة، ممكن تكون متوسطة، ممكن تكون منخفضة. اللي بيقدر يتحمل ده كله هو محصول الشعير، يتحمل الجفاف، التذبذب في درجة الحرارة، قلة خصوبة التربة. أولى الدول المنتجة ليه المملكة المغربية، المغرب، ودي اللي بتيجي في مقدمة الدول العربية المنتجة للشعير. تاني محصول عندنا من الحبوب الغذائية للقراءة والاطلاع أيضا هو الذرة الشامية، ودي صورته موضحة قدامك. محصول بيتزرع في فصل الصيف، لذلك هو محصول صيفي. مصر أولى الدول المنتجة ليه، يليها دولة المغرب. من الحبوب الغذائية أيضا الذرة الرفيعة.
وهي أيضا محصول صيفي. تعد السودان قبل تقسيمها أكبر الدول المنتجة لها، ثم تأتي في المركز الثاني مصر. من الحبوب الغذائية المقررة علينا رابع محصول عندنا وهو محصول الأرز. الأرز يا أولاد محصول صيفي، بس يعد بأقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي. هنا يجي لي سؤال يقول لي بما تفسر يعد الأرز أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي؟ هنقدر نقول يا أولاد لأنه بيحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة ومياه وفيرة وتربة طينية ثقيلة. ثلاث عناصر رئيسية بيحتاجهم الأرز لزراعته: درجة حرارة مرتفعة، مياه وفيرة، تربة طينية ثقيلة. لذلك أكبر الدول اللي بتستأثر بإنتاج الأرز من الدول الوطن العربي وهي مصر. بتتركز زراعة الأرز في مصر في شمال الدلتا، يلي مصر العراق إنتاجا للأرز من الدول العربية. تعالوا نتعرف مع بعض على تاني نوع من المحاصيل الزراعية، ألا وهي المحاصيل الصناعية والتجارية. وإحنا قلنا المحاصيل الصناعية والتجارية هي المحاصيل التي تدخل في الصناعة والتجارة. تعالوا نتعرف مع بعض على هذه المحاصيل. أول محصول عندنا يا أولاد هو محصول قصب السكر. ومحصول قصب السكر من المحاصيل الصيفية، وطالما قلنا محاصيل صيفية بقى يحتاج إلى مياه وفيرة، تربة خصبة، جو مشمس معظم أيام السنة. هنلاحظ أن هذه الظروف المناخية تتوافر في مصر، علشان كده مصر هي أكبر دولة عربية منتجة لها، كما أنه يزرع في السودان. طب هل يا مصر لقصب السكر استخدامات مهمة؟ نعم، يستخدم قصب السكر في صناعة السكر، ويستخدم أيضا في صناعة الورق والخشب. تاني محصول عندنا من المحاصيل الصناعية والتجارية، بس المحصول ده يا أولاد القراءة والاطلاع فقط، هو بنجر السكر. بنجر السكر محصول شتوي يزرع في الجهات الشمالية من الوطن العربي. طب يستخدم فيه يا مستر؟ يستخدم بنجر السكر من يصنع من عصارته السكر، وده يعد المحصول الثاني في إنتاج السكر، ومن مخلفاته علف للحيوان. أكبر الدول العربية المنتجة لبنجر السكر هي مصر، يليها المغرب. من المحاصيل أيضا الصناعية والتجارية المقررة علينا محصول القطن. محصول القطن هو محصول صيفي بيزرع في فصل الصيف، من أهم الألياف الطبيعية. بيستخدم في القطن دوت، يستخدم في صناعة المنسوجات. الظروف المناخية اللي بيحتاجها يحتاج إلى حرارة مرتفعة، تربة خصبة جيدة الصرف، أيدي عاملة وفيرة. علشان كده أولى الدول العربية إنتاجا للقطن هي مصر، يليها السودان، ثم سوريا والمغرب. رابع محصول عندنا من المحاصيل الصناعية والتجارية محصول البن. البن يا أولاد من المحاصيل اللي بتدخل في التجارة الدولية، علشان كده هو بيحتاج إلى حرارة مرتفعة، أمطار غزيرة، تربة خصبة. كل هذه الظروف المناخية تتوافر في دولة اليمن، علشان كده دولة اليمن هي أولى الدول العربية إنتاجا لهم، ويزرع أيضا في السودان. ثالث عنصر عندنا من عناصر المحاصيل الزراعية، ألا وهي الأشجار المثمرة والفاكهة. الوطن العربي يوجد فيه العديد من الأشجار المثمرة والفاكهة. تعالوا ناخد أو نتعرف على بعض من هذه الأشجار. أول محصول عندنا وهو التمر. الوطن العربي يا أولاد بينتج 90% من أشجار من إنتاج التمر في العالم، لأنه بيحتوي على 90% من أشجار النخيل في العالم. يعني أكبر كمية من النخيل بتوجد في الوطن العربي. طب أولى الدول إنتاجا للتمر ألا وهي العراق في المركز الأول. تاني محصول عندنا من المحاصيل المنتجة ومن الأشجار المنتجة للفاكهة ألا وهي العنب. تتركز زراعته في سفوح المرتفعات، يعني فوق المرتفعات، علشان كده دول المغرب العربي اللي هي زي تونس والجزائر والمغرب بتحتل المركز الأول في إنتاجه. من الأشجار المثمرة أيضا للفاكهة ألا وهي الموالح.
وهنلاحظ ان الوطن العربي بينتج حوالي 10% من الانتاج العالمي للموالح، الموالح زي البرتقال واليوسفي، واولى الدول العربيه انتاجا لهذا المحصول الا وهي فلسطين في المركز الاول في الوطن العربي. رابع محصول عندنا من الاشجار المثمره والفاكهه الزيتون، ودوت يا اولاد بتنتشر زراعته في المناطق المطله على البحر المتوسط، علشان كده تعد دول المغرب العربي أولى الدول إنتاجا له. ده كان درسنا النهاردة اللي اتكلمنا فيه عن أهم المحاصيل الزراعية في الوطن العربي، اللي اتكلمنا فيها عن الحبوب الغذائية والمحاصيل الصناعية والتجارية والأشجار المثمرة والفاكهة. على أمل اللقاء في دروس أخرى إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.